خلاص كده لما بعد دول هتاخدوا مع بعض ونجيب جلد ثم سلفر والتيري جرايم اسيد، يعني الامينو اسيدز اللي فيها كافيين. طيب تعالى نكتبهم جنب دول كده، مين هم؟ اقول له واحد اسمه ميثيونين، ركز مع بعض بقى، واحد اسمه ميثيونين وهومو سيستاين وسيستاين وسيستين، يبقى انا عندي اربعه اسمهم ايه بقى؟ سلفر كونتيننج امينو اسيد، سلفر كونتيننج امينو اسيد اللي هما ايه؟ ميثيونين هومو سيستاين سيستاين فيها ايه؟ وسيستين. طيب ايه اللي بيميز دول؟ عشان نذكرهم بعدها على طول. قول له اول حاجه ان هما الاربعه جلوكوجينيك برضه. خلاص كده؟ وهنعرف ايه دلوقتي؟ يبقى لغايه النهارده لغايه ما خلص النهارده يعني الثمانيه اللي احنا خدناهم دول كلهم جلوكوجينيك. ما خدناش حاجه تاني، كل ما اسالك في حاجه تقول لي جلوكوجينيك وتعرف ليه. فالنهارده الاربعه دول جلوكوجينيك وهنعرف ليه. طيب ايه كمان؟ اقول له الاربعه دول زي ما دول فيهم واحد اسينشال، دول برضه فيهم واحد اسينشال، هو مين؟ ميثيونين. يبقى الوحيد الاسينشال في القصه دي ميثيونين. يبقى الاربعه اللي خدنا فيهم واحد اسينشال ودول برضه هنقول النهارده واحد اسينشال. يعني انا لما باجي اتكلم على البايو سينسز مين بيتكون؟ هرجع على ده واقول لك ما بيتكونش في الجسم. وبعدين اعرف ده دول بيكونوا ازاي. افتح كده يا شباب، يبقى ايه؟ يبقى هو ده كمان واحد بس الاسينشال والباقي كله نوت اسينشال. زي ما هنا برضه واحد بس الاسينشال والباقي نوت اسينشال. خلاص؟ نبدا باول واحد اللي هو ميثيونين. ركز بقى معايا، حصه النهارده قسمتين مجمعين فيهم كل القصه دي، هنحفظهم مع بعض لان الموضوع خلص. ميثيونين، هسال وانت تجاوب. الميثيونين ده جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكسد؟ خلاص جلوكوجينيك. ادي كلمه قلنا احنا كلنا عارفينها. اسينشال ولا نوت اسينشال؟ ده الوحيد فيهم اللي اسينشال. نيجي على العناوين بتاعتنا. واحد بايو سينسز او صوت. اثنين كاتابوليزم. هنعرف هنا ان الكاتابوليزم هو الفي هو الامبورت. الناس لسه داخلين؟ يلا يا شباب بعد اذنكم. انا دلوقتي بالنسبه لي الميثيونين ده، الميثيونين العناوين اللي فيه اول حاجه بايو سينسز، بعد كده الكاتابوليزم والفي. عاوز اسال سؤال، هو البايو سينسز اللي هحكي فيه ايه؟ عاوز اصحصح بقى هحكي فيه ايه؟ كانوت بي سنسيتايز ذا بودي ماست بي تيكن ان دايت. ليه؟ لانه سنتش. يبقى مفيش عنوان ده طبعا. يبقى انا خلاصه الميثيونين كلمه واحده، السؤال اللي هتتساله في الميثيونين حاجه واحده بس، ايه هو؟ الكاتابوليزم او الفيت او الامبورتنس. افتكر السؤال ده، يبقى ايه هو الامبورتنس او الفيت او الكاتابوليزم او الميثيونين؟ هو سؤال واحد مش هيجيب فيه حاجه تاني. يبقى الميثيونين ده بيطلع منه ايه؟ ايه اللي بيطلع منه؟ ما بيتكونش في جسمنا. ناخد بقى الرسمه بتاعته اللي احنا هنطلع منها كل الحاجات اللي بتطلع من الميثيونين ده. ورسمة الميثيونين دي رسمة انا هرسمها دلوقتي، دي مهمة جدا. ايه الكاتابوليزم او البيت اوف الميثيونين؟ نفتكر مع بعض كده، الميثيونين ده كان سي ان اتش 2 اتش زي اي امينو اسيد سي او او اتش. ايه الجزء اللي بيتحفظ؟ سي اتش 2 سي اتش 2 اس عشان هو سلفر كونتيننج، وبعد كده سي اتش 3 ده اسمه ميثيونين. يبقى تاني ميثيونين سي اتش 2 سي اتش 2 اس سي اتش 3. من الاول كده تبقى عارف ان الكبريت ده تجفه بيبدا بثنائي، يعني ممكن يبقى تجفه ثنائي زي ما كان كده، ممكن يبقى ثلاثي، ممكن يبقى رباعي، ممكن يبقى خماسي، ممكن يبقى ثلاثي، يعني من 2 ل 6 مش يعني يمسك من اول ذرتين ل 6. خلاص كده؟ هو دلوقتي ده غير الفورم بتاعه، ده البيزك لاين بتاعه اللي هو يبدا باثنين. ده مين؟ اقول له على بعضه كده اسمه ميثيونين. بصوا بقى الميثيونين هيتفاعل مع ايه؟ اول حاجه في جسمنا هيتفاعل مع الاي تي بي. يبقى اول معادله الميثيونين ده هيتفاعل مع الاي تي بي. طيب لما نيجي نفتكر الاي تي بي ده كده بسرعه كان عامل ازاي؟ كان عباره عن شجر كده اسمه رايبوز. الكربون رقم واحد في الشجر ده كانت بتمسك في بيز هنقسمها زمان ونقسمها كده اسمها ادينين، وبعد كده الكربون رقم اثنين كان فيها اتش او اتش، والكربون رقم ثلاثه عالي اتش او اتش،
والكربونات الاربعه كان فيها اتش وبعد كده سي اتش 2 المفروض او اتش بس احنا هنا بقى هنمسك ثلاثه فوسفين يبقى او بي وكمان بي وكمان بي يبقى لما نيجي نتكلم كده الاي تي بي بسرعه اللي انت هتقسمه هتقسمه ازاي؟ هتقسم شوجر اسمه هايبوز عند الكربون رقم واحد في ادينين عند الكربون رقم خمسه سي اتش 2 بدل ما هي او اتش هتبقى او بي 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 اللي هو ادينوزين ادينوزين تراي فوسفيت يبقى الاي تي بي ده اسمه ايه تاني عشان اللي ناسي اسمه ادينوزين تراي فوسفيت طيب والادينوزين ده اللي هو عباره عن الادينين البيز والشوجر اللي هو الريبوز الاثنين دول مع بعض اسمهم ادينوزين وبعد كده التراي فوسفيت احنا هنفعل الميثيونين مع الادينوزين كويس وهنعمل ايه بقى؟ هندخل ميه نجيب اهو هندخل ميه وهنكسر كل ده بصوا كده هنشيل الجزء ده كله كده الجزء ده كده هنشيله اللي هو التراي فوسفيت دول ماشي؟ وبعد ما نشيلهم هنكسرهم تاني لان اورجانيك فوسفيت لوحدها وبايو فوسفيت لوحده من غير تفاصيل مش مطلوب منك يعني يبقى انا الاول هدخل ميه اشيل دول شلت دول خلاص بعد كده الثلاثه اللي مع بعض دول هفصل فوسفيتك في الاخر في جسمنا يبقوا فوسفيت لوحده واثنين فوسفيت يبقى ايه اورجانيك فوسفيت وبايو فوسفيت طيب ايه اللي بفضله من الاي تي بي؟ ايه اللي بيفضل من الاي تي بي؟ اقول له الادينوزين الحته دي الادينين مع الشوجر الفوسفيت بارو يلا نكتب بقى مع بعض كده ادي الميثيونين ما ربطنالوش هنكتبه زي ما هو اهو سي اتش 2 سي اتش 2 اس سي اتش 3 اهو ده كده الميثيونين ما جيناش ناحيته خالص وهنكتب اللي فاضل من الادينوزين من الاي تي بي ادي اللي فاضل اهو الشوجر فاضل هنا سي اتش 2 بس هي دي اللي فاضله والفوسفيت اتشال وفاضل هنا الادينين طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هتبدا الاس دي تاخد بوند زياده وتبقى بوزيتيف تشارج زي النيتروجين كده والاس تمسك في الايه؟ في السي اتش 2 يبقى دلوقتي بقى تكافؤها ثلاثي اهو انا قلت ممكن تطلع لغايه 6 خلاص كده؟ يبقى انا دلوقتي الميثيونين زي ما هو مفيش حاجه واللي خدته من الاي تي بي اللي هو الجزء اللي اسمه ايه؟ ادينوزين وصلت السي اتش 2 بدل ما كانت ماسكه من الفوسفين لا السي اتش 2 بقت ماسكه على طول في الاس. طيب السؤال هو المركب ده ينفع نسميه ايه بقى؟ مين شاطر يقول؟ الجزء ده اسمه ايه؟ ادينوزين والجزء ده اسمه ايه؟ والوصله عند مين؟ يبقى اسمه كده اس ادينوزايل ميثيونين. مين الوحش ده؟ ده السام اللي قلنا مهم جدا. اس ادينوزايل ميثيونين. طيب مين يسميه الانزيم اللي عمله عندنا دي؟ هو الانزيم عمل ايه؟ خد الادينوزين خد الادينوزين من الاي تي بي حطها على مين؟ على الميثيونين يبقى الانزيم اسمه ايه؟ ميثيونين ادينوزايل ترانسفيريز عمل ايه الانزيم تاني؟ اخد الادينوزين من الاي تي بي حطها على الميثيونين يبقى اسمه ميثيونين ادينوزايل 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 ترانسفيريز. طيب عاوز حد يقول لي الخطوه الثانيه. لان احنا قلناها 100 مره قبل كده. هو الاول بشوف السام، السام ده بيعمل ايه بقى؟ بيديني مجموعه الميثايل. فانا هجيب حاجه تاخد مجموعه الميثايل، هكتب هنا اهو اكسبتور. اي حاجه بقى. خدنا مثال قبل كده لمعادلات بتاخد السام، تاخد الميثايل من السام، اديني مثال، حط بدل اكسبتور دي كلمه. جوانيدو اسيتين فاكرين بتاع الكرياتين جوانيدو اسيتين لما ياخد الميثايل يبقى اسمه ايه؟ ميثايل جوانيدو اسيتين اللي هو الكرياتين طب حد يديني مثال تاني ايثانولامين فاكرين؟ لما كان بياخد ثلاثه ميثايل كان بيبقى اسمه ايه؟ كولين يبقى انا هنا هكتب الاكسبتور اللي هو في دماغي اي حاجه واقول طلع ايه؟ طلع سي اتش 3 ماسكه في الاكسبتور ده ماشي؟ فانا اقول له والله السام ده السام ده اهو بيدخل معاه في معادلات كتير قوي. ايا كان بقى الاكسبتور اللي انا هستخدمه هنعدهم دلوقتي، مين بقى الاكسبتورز اللي ممكن ياخدوا الميثايل من السام؟ انا قلت اتنين دلوقتي واخدناهم في السنين اللي فاتوا.
انها ممكن دي هنا يبقى ايثانولامين يتحول لكولين او جوانيلو اسيتيت يتحول للكرياتين. طب جميل، الانزيم كان اسمه ايه بقى اللي هو بيشتغل على السام وياخد منه الميثايل؟ كان اسمه ميثايل ترانسفيريز. طيب بصوا معايا، كل اللي هنعمله ان احنا هناخد السي اتش 3 ده ليه؟ يبقى اشطب عليها كده. يبقى كل اللي حصل ايه؟ ان انا اخدت السي اتش 3 الميثايل. لو اخدت انا الميثايل ده يبقى انا هديه للاكسبتور هيبقى اسمه ميثايل اكسبتور. طب واللي فاضل ده اكتبه زي ما هو ما تزودش عليه حاجه اهو، سي او او اتش سي ان اتش 2 اتش، وبعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 اس. الاس دي ما بقاش ماسك فيها حاجه هنا خلاص، اتشالت السي اتش 3 بس ستيل ماسكه في مين؟ اقول له لسه ماسكه في الادينوزين اهو اللي هو هنا سي اتش 2، وبعد كده ارسم بقى الادينوزين. هنا الادينين ودي الكربون رقم 5. لسه بوزيتيف ديتشارجد، لسه معاه 3 بوند ولا هيقعد 2 تاني؟ اقول لا هيقعد 2 تاني لان البوند اللي كانت هنا اتكسرت خلاص، ما بقاش في حاجه هنا. يبقى انا دلوقتي كل اللي حصل ان انا اخدت الميثايل، اخدت الميثايل وبقى ميثايل ايه؟ وبقى ميثايل اكسبتور، والانزيم اسمه ميثايل ترانسفيريز. طب الراجل ده اسمه ايه؟ استنى معايا ثانيه واحده اقول لك اسمه بقى. كمل الخطوه اللي بعدها عشان الخطوتين دول يحصلوا مع بعض على طول. ايه الخطوه اللي بعدها؟ اقول له هندخل H2O ونطلع هنا حاجه اسمها ادينوزين. طيب تعالى كده سهله جدا، اكسر هنا، اكسر البوند دي ودخل H2O بتاعتك. هتدخلها ازاي؟ هتدي ده OH بتاعتك. المركب ده دلوقتي بقى اسمه ايه؟ اقول له بقى اسمه ادينوزين اهو، طلع خلاص رميناه. المركب ده اللي هو الشوجر كامل اهو سي اتش 2 اتش، والادينين بتاعه اهو بقى اسمه ادينوزين خلاص. طب والاتش بقى اللي فاضله هتروح فين؟ تروح للاس، تروح للاس مكان البوند اللي اتكسرت دي. اكتب اللي فاضل بقى سي او او اتش سي ان اتش 2 اتش سي اتش 2 سي اتش 2 والاس دي بقى معاها اتش بقى مكان الادينوزين. المركب ده اسمه ايه؟ خلينا نحصل اللي بالك اللي هو زايد في سي اتش 2، مش سي اتش 2 اس اتش على طول، ده سي اتش 2 سي اتش 2 اس اتش. كان اسمه ايه؟ هومو سيستاين. طيب يعني لما تعرف ان الجزء ده، الجزء ده كمان ثانيه هيبقى اسمه هومو سيستاين، سميه المركب ده بقى يبقى اسمه ايه؟ ها؟ اس برضه اس ادينوزاين نفس الكلام، اس ادينوزاين بدل ما كان ميثيونين بقى ايه؟ هوموسيستاين. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ اس ادينوزايل بس هومو سيستاين. احنا كنا بناخد المعادله دي ازاي بقى؟ المعادله ايه؟ عشان ما تصعبهاش، انا كمان كده بقول عشان الناس لسه مش متخيله. بص احنا كنا بنيجي مثلا نقول ايه؟ جوانيدو اسيتيت عاوزين نديله ميثايل، فكنا نعمل ايه؟ كنا ندخل السام ونطلع الاس ادينوزين هوموسيستاين، يوم الجوانيدو اسيتيت ده يبقى اسمه ايه؟ ميثايل جوانيدو اسيتيت. ده مثال. المعادله اهي هي هي بالظبط المعادله اهي. حد بقى اوعى تبص لهم بقى جنب بعض كده وفق، بس انا مكبر مين دلوقتي؟ مكبر دول اللي هو السام والايه؟ والاس ادينوزين هوموسيستاين. بقول لك السام اهو هيدي الميثايل بتاعته للاكسبتور اللي هو الجوانيدو اسيتين، يعني خليت الجوانيدو اسيتين هو اللي على السام وحولت السام لاس ادينوزين هوموسيستاين، فبقى السام اهو والاس ادينوزين هوموسيستاين اهو والاكسبتور ده خد الميثايل اللي هو الجوانيدو اسيتين بقى اسمه ميثايل جوانيدو اسيتين. تمام القصه كده؟ يبقى انا عندي اكتر من مثال للمعادله دي، بس احنا هنا بنتكلم على السام والاس ادينوزين هوموسيستاين. انا عاوز واحد شاطر بقى يقول لي الانزيم ده سميه ايه؟ هو عمل ايه دلوقتي الانزيم ده؟ كسر الاس ادينوزين هوموسيستاين، فبسميه كده ادينوزايل هومو سيستينيز. واحد كتبت الاسم وزودت عليها اسم ادينوزايل هومو سيستينيز، ادينوزايل هومو سيستينيز. طيب مين يكمل لي على الهومو سيستينيز ده؟ مين مذاكر الحصه اللي فاتت؟
يقول لي انا هاخد النص الثاني ده فعله مع كذا مع كذا صح؟ تكملت اللي انا هقوله ده كله ده انت خدته الحصه اللي فاتت بالفورمولا بتاعته. يبقى السايكل هاي كده خلاص خلصنا. بص بقى هوموسيستين يتفاعل مع السيرين بالظبط كده يقوم يدي حاجه اسمها سيستاثيونين اللي هو المركب العبيط دوت اللي احنا قلنا بنمسك الاثنين في بعض سيستاثيونين. طيب وكان الانزيم اسمه ايه؟ كان الانزيم اسمه سينسيز وكان محتاج ايه؟ اقول كان محتاج بي ال بي اللي هو فيتامين بي 6. طب وبعدين السيستاثيونين ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بندخل على المايه تاني ومكسرينه ده كان يتحول لايه؟ للحاجتين التانيين احنا داخلين هومو مع السيستاين وداخلين ايه؟ سيرين. في الاخر يطلع الهومو مع السيرين ويبقى السيستاين. يبقى انا هيطلع هنا حاجه اسمها هومو سيرين وبعد كده سيستاين. الكلام ده كله احنا خدناه اخدناه وذاكرناه والمفروض ان احنا ايه؟ حافظين الفورمولا بتاعته. هومو سيستاين مع السيرين طلع المركب اللي هو اسمه سيستاثيونين بالانزيم اللي اسمه سيستاثيونينيز وبرضه محتاج البي اللي بيه هيطلع السيستاين وحاجه اسمها ايه؟ هومو سيرين. اخدنا الكلام. طيب السيستاين ده هنعمل بيه ايه؟ هنشتغل بيه دلوقتي كذا حاجه. هنعرف البيت بتاعه دلوقتي لما نيجي ناخد السيستاين. طيب امال الهومو سيرين دوت هيحصل فيه ايه؟ اسم بقى معايا الكلمتين اللي انا هقولهم دول عشان مش مسمينهم عندك. الهومو تعالى بقى افهمها مش كده قلت اللي انا هقوله ده. سي سي او او اتش ان اتش 2 اتش سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش اكتب عليه هومو سيرين مش عاوز صوت. يلا الهومو سيرين ده اهو الهومو سيرين ده عباره عن ايه؟ هو زي السيرين بالظبط بس زي سي اتش 2 خلاص دلوقتي شطار بقى يعني بدل ما هكتب سي اتش 2 اتش على طول بقى سي اتش 2 زياده. طيب الهومو سيرين دوت بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه بص شبه مين؟ زي السيرين بالظبط وزي الثريونين. هو انا بقول لك الاثنين امينو اسيدز دول تفتكر ايه؟ فاكرين الانزيم اللي هو سبحان الله اللي هو اسمه ايه؟ دي هيدروليز ومع ذلك سبحان الله بيشيل امونيا فاكرينه؟ كان بيشتغل على مين؟ ها؟ على السيرين والثريونين اللي هم او اتش كونتينك. طب ما ده زيهم. يلا اعمل بقى فيه زي سبحان الله بالظبط. يلا هنعمل ايه بقى؟ هنطلع الامونيا ان اتش 3. كنا بنشيل الامونيا نقوم شايلين اتش دي مع ال ان اتش 2 دي اهي شلناها وكان الانزيم اللي يعملهم اسمه دي هايدراتيز. طب هو احنا لما نشيل الاثنين دول مش كده الكربونه دي بقت فاضيه؟ كنا بنعمل لها ايه؟ بنسحب الاو. الاو هنا بعيده شويه معلش بس هنسحبها برضه نودي الاو هنا يبقى سي او او اتش سي دبل بوند او سي اتش 2 وبعد كده دي بقت سي اتش 3. مين شاطر يقول لي الراجل ده احنا خدناه الحصه اللي فاتت؟ حد شاطر كده مركز؟ هيقوم قايل لي اه خدناه. فاتي اسيد بيتكون من اربعه كربون لو كان دي سي اتش 2 كان هيبقى اسمه بيوتيريك اسيد وبعدين دي الفا فيبقى اسمه ايه؟ الفا كيتو بيوتيريك اسيد. عارفين ده كان بيطلع منين؟ لو ده ثريونين لو ده هو ثريونين هي نفس المعادله بالظبط. يعني سواء الثريونين او الهوموسيستين الاثنين او الهوموسيرين ثريونين او الهوموسيرين الاثنين لو اشتغل عليهم دي هيدراتيز هيطلع الراجل ده اللي هو اسمه ايه؟ الفا كيتو بيوتيريك. طب مين شاطر يقول لي هو الحصه اللي فاتت الالفا كيتو بيوتيريك ده كنا بنحوله لايه؟ صح بروبيونايل كنا بنشتغل عليه زي البايروفيت كده. البايروفيت بيتحول لاستايل كو ايه يوم الالفا كيتو بيوتيريت يتحول لبروب يونايل كو ايه. طب هو البروبيونايل كو ايه ده بعد كده ايه؟ ساكسينايل كو ايه. طب هو ساكسينايل كو ايه ده بيبقى جلوكوز؟ اه ساكسينايل كو ايه يخش الكريب سايكل وفي الاخر يبقى جلوكوز. يعني انا لما اجي هنا ازود حته دي بقى انا باجي على الرسمه هنا هقول لك السيستاين خلاص انا اعرف اعمل بيه ايه بس الهوموسيرين ده هيتحول لايه؟ قول لي كده يا دكتور هيتحول لالفا كيتو بيوتاريت هناك اهو والالفا كيتو بيوتاريت احنا عارفين هو بيتحول لبروبيونايل كو اي والبروبيونايل كو اي ده بعد كده بيبقى ساكسينايل كو اي اللي بيخش في الكريب سايكل ويبقى جلوكوز. طبعا اللي ذاكر الحصه اللي فاتت تفرق معاك كلام ده هو بيراجع
اللي مش مذاكر الحصه اللي فاتت قعدت حصل على نفسه وانا مش مسمع. يبقى هم مسيئين القى بيدو بتاريخ بمرايك وايه؟ سبسالك وايه؟ طب امتى اللي هستخدم السكه دي؟ امتى هستخدم السكه دي؟ لما هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ديسكاس ميثيونين از جلوكوجينيك اللي هو السؤال اللي انا هسأله الحصه اللي جايه زي ما سألته النهارده الصبح كده. ميثيونين از جلوكوجينيك، قول لي ازاي الميثيونين بيبقى جلوكوز؟ تعالوا تقول لي ازاي بقى؟ تمشي بقى تقول الميثيونين بيتحول لسام والسام يتحول لسه زي الهوموسيستاين وبعد كده الهوموسيستاين، الهوموسيستاين بعد كده هيدي السيستاين والهوموسيرين، وكمل بقى الحته دي تقول لي الهوموسيرين بيتحول لابطاطين وبيتريين اللي هو بيتحول جوناتو ايه؟ سبسايكل جلوكوز. خلاص؟ يبقى ده اجابه السؤال ده، ده اجابه السؤال الاولاني اللي هو ازاي الميثيونين ده جلوكوجينيك؟ طب تعالى على السؤال الثاني والاخير. هو الميثيونين بقى اللي قدامك ده السؤال اللي انا مليته لك في الاول خالص، ايه الفيت او الكاتابوليزم او الامبورتنس؟ ها ايه لازمه الميثيونين؟ تعالى نطلع كل الكلام من على اسم واحد، بيخش في تكوين الجلوكوز بامالت ايه؟ اقول له بامالت السكه اللي هناك دي اللي هو هوموسيرين هيبقى الفا كيتو بيتاليك. طب ادي اول حاجه. رقم اثنين، بيخش في تكوين السيستاين، يبقى هو مسؤول عن امينو اسيد، دي مهمه جدا، مسؤول عن امينو اسيد اسمه سيستاين اهو، سيستاين طلع منين؟ اقول له من الميثيونين. طيب رقم ثلاثة، اقول له هو اللي بيكون السام، واحنا عارفين ان السام ده حاجه مهمه جدا صح؟ ساعات يجي لك في الامتحان سؤال يقول لك ديسكاس السام بس، يقول لك اشرح السام ده، هتكتب ايه في الاجابه؟ اكتب معايا، هكتب ايه؟ واحد البايو سنسز، هو السام ده بيتكون من ايه؟ وهو كاتب المعادله الاولانيه دي، بصوا المعادله ان انا عندي ميثيونين بيتفاعل مع الاي تي بي او مطير الثلاثه فوسفيت دول وبقي الادينوزين، يقوم الميثيونين ده يتحد مع الادينوزين ويبقى اسمه اس ادينوزايل، اس ادينوزايل ميثيونين، بس اكتب المعادله دي يبقى ده العنوان الاولاني. رقم اثنين اكتب الامبورتنس، هو ايه لازمه السام ده؟ السام اللي انا اشتغلت بيه ده بيعمل ايه؟ اقول له ان هو بيشتغل ميثايل، ميثايل دونر، وهو كاتب المعادله الثانيه، اقول له السام ده، السام اللي هو الاس اديوزايل ميثيونين ممكن يطير السي اتش سي الاخرانيه دي تطير تروح لاكسبتور، حاجه تقبل عاوزه الميثايل، والاكسبتور ده يتحول لميثايل اكسبتور، والانزيم اسمه ميثايل ترانسفيز، واللي باقي اللي باقي من غير السي اتش سي ده اهو نفس الرسمه من غير السي اتش سي هيبقى اسمه اس ادينوزايل برضه بس هومو ايه بقى؟ هومو سيستين. اكتب المعادله الثانيه وهم اديله اكزامبلز. اكزامبلز لايه؟ اجمع له كل الحاجات اللي في المنهج اللي ممكن تبقى اكسبتور، يعني ممكن تستخدم السام وتاخد منه ميثايل. تعالى بقى نعد مع بعض كده. احنا اخدنا مين لغايه دلوقتي؟ اخدنا حاجه اسمها جوانيدو اسيتيت اللي هو كان بيكون بعد كده الكرياتين، احنا قلنا كرياتين خطوتين، الارجينين يتفاعل مع الجلايسين يدي الجوانيدو اسيتيت، والجوانيدو اسيتيت ده يستخدم السام يبقى اسمه كرياتين. اقول له دي الخطوه الاولانيه او ده المثال الاولاني خدناه. طب خدنا مثال كمان اقول له ايه بقى؟ حاجه اسمها ايثانولامين. بيتحول لايه الايثانولامين ده؟ اقول له بيتحول لحاجه مهمه قوي اسمها كولين. كان بيستخدم ثلاثه. دول اللي خدناهم. طب بص اللي هناخده بقى لسه. عندنا حاجه كلنا نعرفها اسمها النور ادرينالين، صح؟ النور ادرينالين ده لو دخلنا عليه السام اللي هو الميثايل دوت هيبقى اسمه ادرينالين. ماشي. وهناخده. طب ايه كمان؟ تسمعوا عن حاجه اسمها سيريتونين. عارفين السيريتونين؟ السيريتونين دوت لو خد ميثايل هيبقى اسمه ميلاتونين. هرمون تاني. ميلاتونين. وهناخده بالفورمة بتاعته. يبقى السيريتونين بيتحول لميلاتونين عن طريق السام دوت. ماشي. يبقى انا عندي مركبين مهمين قوي، النور ادرينالين بيبقى ادرينالين والسيريتونين بيبقى ايه؟ ميلاتونين. طيب. في مركب هناخده بيبقى موجود في المصل اسمه كارنوزين. وهنعرضه بالتفصيل برضه، اسمه كارنوزين. الكارنوزين ده بيتحول لمركب تاني اسمه انسرين. ما علينا. الكارنوزين بيتحول لانسرين لما لبن.
كان لوزين بيتحول لانسلين. طيب حد فاكر فيتامين بي 3؟ بي 3 كان اسمه ايه بس اول شيء؟ كان اسمه نايسين. كنا نقول النايسين ده بيطلق على حاجه من الاثنين، نيكوتينيك اسيد او نيكوتينامايد. الاثنين دول كنا بنقول عليهم نايسين. هو انتوا لا سالتوا اقولوا حاجه والله بسيطه، هو انتوا فاهمين ان انتوا كده عشان وراكم تحدد ونكم ملخومين وكده؟ لا انتوا كده عشان بتصيعوا بس. ولازم يعني بصوا انتوا عارفين يعني ايه شهر يا كده؟ يعني ايه شهر؟ ونص؟ خلاص انتوا عارفين ايه؟ شهر ونص يا كده؟ انا بتكلم كده اقول خلاص. هو انتوا متخيلين لما تخش الفيلم الثاني هيشطبوا لكم شابترز؟ هقول لكم ده مش عليكم، ده مش عليكم، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، فاهم قصدي؟ يعني ولا اي حاجه، بالعكس ده العيال يحكوا جامد جدا، والمفروض بقى يعني ايه في الامتحانات نعوض الشهر ونص اجازه دول. والهيد والنك، الهيد والنك ما بياخدش شهر ونص مذاكره خالص على فكره، فاهمين قصدي؟ يعني لو هتبقى عبقري هيد والنك يعني مش هتذاكر شهر ونص ولا حاجه. الهيد والنك يعني يوم ما تبقى بتضيع وقت 10 ايام، ويوم ما تبقى بتذاكر بجد 5 ايام، ويبقى واخد امتحان 3 ايام. حلو قوي. انا والله العظيم بتكلم من الخبر. بصوا انا بسعى، انا مذاكر الهيد والنك ده السنه من سنه، يعني اخر مره ذاكرته كان من سنه ونص كده، كان وقت امتحان خلاص كده، وكنت اصعب منكم يعني، كنت بفتح الهيد والنك دوت مش فاكر اساسا اسامي الايه الشابتر اللي كان واخده من 10 سنين خلاص. فكنت بفتحه السكالب دي بالنسبه لي حاجه غريبه قوي، والفيس ده حاجه، وفي الاخر خد اربع ايام برضه يعني القصه مش يعني ايه، فاهم قصدي؟ اربع ايام وانا ما كنتش فاضي، وانا مسكته لزمايلكم الحصه اللي فاتت وقلت لهم يتقسم ازاي في 5 ايام. فانت ما تقنعنيش ان انت مش مذاكر وما انتش فاهم حاجه وما انتش فاكر حاجه عشان بقى شهر ونص. انتوا جايين بعد شهر ونص مذاكره عاوزين اقسم لكم 5 ايام؟ ماشي هقسم لكم على بس ده مش مبرر، اللي اقصده يعني ده مش مبرر ان انا بسال اقول الفيتامين بي 3 اسمه ايه؟ محدش يرد عليا، ده مش مبرر. بصوا معايا، الفيتامين بي 3 ده بقى اللي هو النيكوتينيك اسيد او النيكوتينامايد. خلاص بقى، النيكوتينيك اسيد وحاجه اسمها النيكوتينامايد، هو في الاخر بصوا في الاخر كل واحد بيجني ما ايه؟ ما يزرع. خلاص؟ يعني انتوا في الاخر والله 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 لا تندموا على اللي انتوا بتعملوه. هتندموا غدا، مش يعني هتبقى هاين عليك كده تولع في نفسك خلاص؟ لما تطلع سنه سته ان شاء الله وتلاقي نفسك انت دي زي الزفت، وتلاقي حضرتك هتبطلي مؤسسه الطب خالص عشان انت جالك تكليفك في اسوان، ولا كان تكليفك في سوهاج، وبابا مش موافق طبعا، ملعون ابو الطب اللي هيوديك سوهاج يعالج هناك، وانت ما قدامكيش حاجه تاني غير ان انت لازم تستلم التكليف بتاعك، لان انت تقديرك وحش من الاخر يعني، فاهم قصدي؟ او ان حضرتك تروح شرم الشيخ وبالتالي زي بتكلم بجد مش بهزر يعني، بتكلم حاجات انا شفتها بعيني خلاص. ناس زمايلنا كانوا كويسين جدا وشطار خالص ونفسهم كملوا في الطب، كان مستواهم كويس جدا، والعقبه البسيطه قوي ان حضرتها كانت مش جايبه تقدير، وبعدين جالها تكليف في مكان بعيد قعد جنب بابا عشان بابا مش موافق. نيكوتينيك اسيد ونيكوتينامايد الاثنين دول خلاص براحتكم بقى. النيكوتينيك اسيد والنيكوتينامايد دول خلاص ممكن يقبلوا الميثايل، ممكن يقبلوا الميثايل ويتحولوا لحاجه اسمها ميثايل، ميثايل نيكوتينيك اسيد، او يتحولوا لحاجه اسمها ميثايل نيكوتينامايد. يبقى النيكوتينيك اسيد، النيكوتينيك اسيد او النيكوتينامايد، الاثنين دول اي واحد فيهم ممكن يقبل الميثايل من السائل. ولو كان نيكوتينيك اسيد هيبقى اسمه ميثايل نيكوتينيك اسيد، ولو كان نيكوتينامايد هيبقى اسمه ميثايل نيكوتينامايد.
وايه دول بقى الميثايل دول؟ دول الاكسكريتوري فورم. لما تيجي تراجع بقى تعرف ان الفيتامين بي 3 بيتفرز في اليورين على الشكل ده، على شكل الميثايل. يبقى انا قبل ما بيخرج في اليورين، قبل ما بيخرج في اليورين النيكوتينامايد والنيكوتينيك اسيد بيحصل لهم ميثايليشن على طي الزئبق. يبقى لما اجي اقول لك ايه الاكزامبلز لازم تعد لي دول كلهم، ما تنساش حاجه. الجوانيل واسيتيل بيبقى كرياتين، والايثانولامين بيبقى كولين، وبعد كده الادرينالين والسيروتونين. النوع الادرينالين بيبقى ادرينالين والسيروتونين بيبقى ميلاتونين، وحاجه اسمها كاروزين هنعرفها هتبقى اسمها انسولين، والاثنين بتوع الفيتامين بي 3. يبقى انا لو جالي سؤال من الاسئله المهمه السام، السام لازم اكتب البايو ترانسز واكتب الامبورتنس بتاعه. طيب اخر فيت بقى عندنا، عشان لو جالك السؤال فيت او كاتابوليزم اوف الميثيونين، لو قلنا بيدي جلوكوز وعرفنا ازاي، وقلنا بيدي سيستاين وعرفنا ازاي، وقلنا بيدي السام. رابع حاجه دي هنعرفها بعدين، بيدي حاجه اسمها بولي امينز، مركبات كده. هنعرف ان الميثيونين ده هيتفاعل بعد كده مع امينو اسيد اسمه اورنيثين، فاحنا هناخد البولي امينز دي في الاورنيثين، بيتفاعل مع الاورنيثين دوت ويكون حاجه اسمها بولي امينز. بولي امينز دول فيهم حاجه اسمها سبيرمين، لانه بقى موجود مع السبيرم في السيمن فبيسموه سبيرمين، ماده اسمها سبيرمين، هنعرف فوائدها هناك. وسبيرميدين، بس انت تعرف اساميهم بس دلوقتي. تعرف ان الميثيونين ده هو كمان بيخش في تكوين حاجه اسمها البولي امينز، والبولي امينز دول زي حاجه اسمها سبيرمين وسبيرميدين، ودول موجودين في السيمن مع السبيرمز. فلما اجي اقول لك ايه هو الفيت، ايه هو الفيت اوف الميثيونين، لازم تقول لي الاربعه وتبقى عارف كل واحده جايه منين. خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نمسح الرسمه دي، اسال وحاول تجاوب. هو لو الانزيم ده مش موجود، لو الانزيم ده اهو فيه جينيتك ديفكت، قول لي حاجه واحده بس، ايه اللي هيحصل؟ يعني الميثيونين ده هيعلى في الدم ولا هيقل؟ حلو قوي، هيعلى في الدم. كيس بيسموها هايبر ميثيونينيميا، تكتب اسمها بس، انا عاوز اسمها بس. طبيعي ان انا لما الانزيم ده يحصل، طبيعي لما الانزيم ده يحصل الميثيونين يعلى. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ هايبر ميثيونينيميا، هايبر ميثيونينيميا، يعني الميثيونين عالي في الدم. فلما اجي اقول لك الهايبر ميثيونينيميا دي الديفكت بتاعها انزيم اسمه ايه؟ تقول لي اسمه الادينوزايد ترانسفيز. طيب خلاص خلصنا من ده. تعالى الكيس تاني. هو انا لو الانزيم اللي هنا ده، بص فين؟ هنا كده عطل. هو اللي هنا ده اسمه ايه؟ سيستا ثايونينيز، اللي هو بيكسر ده، بيكسر سيستا ثايونين. فلو ده عطل اللي هو سيستا ثايونينيز ده اهو، اللي هنا ده عطل. ايه اللي يحصل؟ ها؟ السيستا ثايونين ده هيعلى في الدم، صح كده؟ اسميها ايه؟ هايبر سيستا ثايونينيميا. او في ناس تقول لك سيستا ثايونينيميا على طول من غير هايبر، الاثنين صح. يبقى لما يجي لي الكلمه دي، لما يجي لي الكلمه دي ان السيستا ثايونين هو اللي عالي في الدم، يبقى مين المشكله؟ المشكله في مين؟ برضه عاوز اسم الانزيم بس. مين المشكله في مين؟ اقول له في السيستا ثايونينيز ده اهو. خلاص كده؟ طيب تعالى بقى على اهم كيس، وانت معايا مهمه جدا بتيجي في الامتحان كتير قوي. ايه بقى؟ امال بقى لو الانزيم ده انعتد، بص بقى ركز معايا. ده اهم كيس في الموضوع، الاثنين اللي فاتوا دول ام اس كيو ما بيجوش. ده بقى اللي بيجي، مهم جدا. شايف الانزيم ده؟ اللي هو اسمه سيستا ثايونين سينثيز. سيستا ثايونين سينثيز. لو ده اللي وقف، مين اللي هيعلى على طول؟ اول حاجه هتقابلك مين؟ ها؟ أول حاجة تقابلك مين؟ رد عليا، اسمه إيه؟ هوموسيستاين، هو ده أهم حاجة اللي طالع من السايكل أهو. الهوموسيستاين ده المفروض الإنزيم ده مع السيرين بيتعاملوا مع بعض. فلما ده يعطل مين اللي هيعلى على طول؟ هومو هوموسيستاين. عشان كده بنسمي الكيس دي إيه بقى؟ هومو سيستينويا، لأنه بينزل في اليورين. اكتب عليها مهمة جدا. هومو سيستينويا. هومو وعاوز أنزل شكل دماغك كده وتفهم معاك الكلمتين اللي جايين دول. هوموسيستينول. يبقى لو الانزيم ده هو باظ، لو الانزيم ده عدل، الهوموسيستين هيعلى في الدم، الهوموسيستين هيعلى في الدم، فسميها وينزل في اليورين بعد كده تقول عليها هوموسيستينول. اكتبها بايدك بقى الكلام اللي انا هقوله ده، مكتوب عندك بس انا عاوز اكتبه بايدك لانه مهم. من اهم الكيسز اللي عندنا في البروتين كلها اللي هو الهومو سيستينول. بص انت هتطلع كل الكلام، انا مش هقول حاجه خالص. أول حاجة هسألك أقول لك إيه الكوز؟ لا بص حتى اللي ما حضرش معانا وجاب متأخر، كل اللي بص على السطورة
وشكل ده هتلاقي كام دور بيظهر. قول لي سبب الكذب. اسمع عشان مهم قوي. سبب الكذب ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ سيستاثيونين سينتيز. اكتبها بايدك كده. يبقى السبب بتاعه سيستاثيونين سينتيز. في واحد تاني شاطر هيقول يا دكتور ممكن ما يبقاش ده السبب، ممكن يبقى السبب ايه؟ هيرص اعصابه برضه وهيبقى مش هيقول حاجه عنه. يعني ممكن الانسان يبقى موجود وبرضه مش هيشتغل. ما هو ده مش هيشتغل من غير مين؟ يبقى ممكن السبب التاني ان الانسان ده برضه ما اشتغلش، بس عشان في بي اللي بي ديفيشنسي اللي هو فيتامين بي 6. صح؟ يبقى انا عندي سببين، يا اما الانزيم نفسه هو اللي عطلان، لا اما الفيتامين هو اللي عطلان. صح كده؟ طب جميل. هو انا بناء على السببين دول لو جيت افكر في العلاج، بص انا هجيبها من الاخر، لو جيت افكر نعالج هيبقى في حاله سهله وحاله صعبه؟ في حاله سهله وحاله صعبه. ايه الحاله الصعبه اللي مش عارف عليها؟ ان يبقى المشكله في الانزيم. وايه الحاله السهله اللي ممكن اعالجها؟ اديله شويه فيتامين بي. انا عندي في العلاج هلاقي الحاله ده اهي نوعين. نوع بيسموه فيتامين بي 6 ريسبونسيتيف. يعني ايه ريسبونسيتيف؟ يعني اديله فيتامين بي 6 يقول لي شكرا سلام عليكم انا خفيت. ريسبونس فيتامين بي 6. يبقى انا في حاله هعالجها بالفيتامين بي 6 فهتبقى اسمها فيتامين بي 6 ريسبونسيتيف. اديله فيتامين ده اللي كان سببه ايه اصلا؟ نقص الفيتامين. طب ما اللي كان سببه الانزيم نفسه بقى جينيتك ديفكت، هيبقى فيتامين بي 6 ايه؟ فيتامين بي 6 ريسبونسيتيف. مهما تديله الفيتامين هو مش هيشتغل، لان المشكله مش في الفيتامين، المشكله في مين؟ اول المشكله في الانزيم. يبقى ده على مستوى العلاج. يبقى الحاله دي لو كانت المشكله في الانزيم مش هتتعالج بالفيتامين، ولو كانت المشكله في الايه البي ال بي تتعالج بالفيتامين. طيب العيان ده بيشتكي من ايه؟ ايه السيمبتومز بتاعته؟ ايه مشكلته؟ ايه المانيفستيشنز؟ اول حاجه مين بيعرف الدم وبعد كده ينزل في اليورين؟ انت هتقول مين؟ هوموسيستين. بس يعني هو السن لما يعلى يحصل ايه؟ كل اللي ورانا يعلى لغايه ما مين المهم يعلى برضه؟ البستونين. رقم واحد اقول له الاثنين هيعلوا هوموسيستين ومعاه ميثيونين. الاثنين دول هيعلوا في الدم وبعد كده ينزلوا في اليورين. ادي اول مصيبه. طيب تعالى على المصيبه الثانيه. مين الامينو اسيد اللي مش هيتكون؟ بص على الصبوره وقول مين الامينو اسيد اللي لو الانزيم ده هو عطل الامينو اسيد ده مش هيتكون في جسمك؟ السيستين. بص كده معايا، مش الهوموسيستين ده المفروض كان يتفاعل مع السيرين يدي سيستا ايه؟ تايرونين اللي هو هيرجع يتكسر لمين ومين؟ السيستين. طب احنا وقفنا هنا خلاص، بقى الهوموسيرين ده مش عارف يتفاعل مع ده، مع الهوموسيرين مش عارف يتفاعل مع السيرين. مين الانزيم الامينو اسيد مش هيتكون؟ سيستين. الام سي كيو اشهر سؤال يقول لك في الحاله دي سيستين بيكمز اسينشال. اقول له صح الكلام ده، ده صح. دلوقتي انت لازم في العيان ده اهو لازم ياخد السيستين في الدايت، يعني السيستين ده ما بقاش يتكون في جسمه خلاص، ده اسينشال زيه زي الميثيونين كده. يبقى امتى السيستين بيبقى اسينشال؟ امتى السيستين لازم يتاخد في الاكل؟ اقول له لو الحاله دي موجوده، لان القصه دي لو وقفت، لو ده هي وقف مش هيتكون السيستين في جسمنا، يبقى خلاص بي سنسيتايز ان ذا بودي، يبقى مصل بي تيكن ان دايت، يبقى السيستين بقى اسينشال. طيب تعالى رقم ثلاثه. هي ايه خطورة ان الهوموسيستين ده يعلى بقى؟ ايه الخطورة بتاعت ان الهوموسيستين، ايه المشكلة؟ لو المشكلة والمصيبة ان الهوموسيستين ده لو علي بيتفاعل مع الكولاجين ويكسر الكولاجين، بس هو عاوز يسمع الكلمة دي مهمة قوي. الهوموسيستين ده غير ان احنا هيبقى عندنا نقص في السيستين والسايكل مش هيكمل، بس وجود الهوموسيستين ده خطير جدا. بيتفاعل مع الكولاجين ويكسره. طب هو انا لو كسرت الكولاجين بدل ما هو بندل زي كده ومرفوف وكويس اتكسر يحصل ايه؟ اقول له يحصل هشاشه في العظم اوستيوبروزس، لان هو المين بروتين في الكونكتد تيشو بتاع الكارتج والبون، فيحصل اوستيوبروزس. طب ويحصل ايه كمان؟
اقول له الكابيلاريز السيل ممبرين بتاعها والبيزمنت ممبرين بتاع الكابيلاري بيبقى كولاجين، فلما الكولاجين يبوظ الممبرين ده يتكسر فيحصل ثومبوزس، يبدا يحصل جلطات على الممبرينز، الممبرين يبقى رف اللي معدي فيه الكابيلاريز والدم ماشي، والبيزمنت ممبرين اتكسر فبقت قرف، وبالتالي يحصل حاجه كمان، يحصل ايه؟ اقول له يحصل ثومبوز. طب ويحصل ايه كمان؟ اقول له يحصل حاجه اسمها لينس ديسلوكيشن. عارفين ان اللينس بتاعت الاي ممسوكه في تو ليجامنت اسمها سسبنسوري ليجامنت، صح؟ السسبنسوري ليجامنت دول كولاجين، كولاجين، وبالتالي لما الكولاجين يضعف السسبنسوري ليجامنت دي تريح تقوم العدسه واحده، سواء في الانتيو تشامبر او في البوستيو تشامبر، حاجه بيسموها لينس، لينس العدسه بتاعت العين تقع قدام او ورا، يسموها لينس ديسلوكيشن، هتاخدوها في الاول ان شاء الله، لينس ديسلوكيشن. كل ده نتيجه ايه؟ اقول له كل ده نتيجه ضعف الايه؟ ضعف الكولاجين، خلاص. يبقى انا لما اجي اقول لك الكوموسيستين ده مشكلته ان هو ايه؟ فعل مع الكولاجين وكسره، وبالتالي يحصل ثرومبوزس، يحصل اوستيوبوزس، يحصل لينس ديسلوكيشن. طيب اخر كلمه، امال العيان اللي هو الريسبونسيف ده اعالجه ازاي بقى؟ طب خلاص احنا عرفنا بتحصل ازاي؟ وعرفنا مشاكلها ايه؟ وعرفنا ان لو مشكله في الفيتامين هديهوله، طب لو كانت المشكله في الانزيم تعمل ايه؟ حد يفكر في حاجه كده؟ يلا نعمل ايه؟ هو احنا دلوقتي ايه الوصفتين الاساسيتين اللي انا قلت عليهم؟ ان السيستاين مش موجود وان الهوموسيستاين كتير، صح؟ حلها لي. السيستاين مش موجود، ادي السيستاين في الدايت. يبقى اول حاجه في علاج الراجل ده اهو ان الدايت بتاعي يبقى فيه سيستاين، سيستاين ان دايت. فكر بقى يعني، فكر شويه، سيستاين ان دايت. طب المصيبه الثانيه الاساسيه ان مين زاد؟ ها؟ عمال اقول بقى الثرومبوزس والاوستيوبوزس والكلام ده كله سبب نتيجه مين؟ هوموسيستاين. طب هو الهوموسيستاين ده جاي منين؟ يعني انا لو ما اديتوش في الاكل انسولين كتير، ايه الاخبار الهوموسيستاين؟ يبقى تاني حاجه اقلل الميسيونين في الدايت. يبقى هما حاجتين احل بيهم المشكله. اقلل الميسيونين في الدايت عشان في الاخر ما يطلعليش الراجل ده كتير. يا دوب على قد ان هو يكون السام وخلاص، اقلل الميسيونين في الدايت. وازود السيستاين في الدايت عشان انا مشكلتي دلوقتي ان السيستاين ده ايه؟ السيستاين ده باظ. انا عملت الحاجتين دول اتحلت المشكله خلاص، يبقى انا قللت الميثيونين وزودت مين؟ وزودت السيستاين. بس احنا كده خلصنا اثنين من الاربعه اللي هم الميثيونين والهومو ايه؟ الهومو يتحول لاثنين سيستين. وهنا هستخدم الناد بي اتش بلس اتش هيتحول لناد بي، مش معنى بي عشان الانزيم اسمه ريدكتيز. يبقى انا عندي حاجه اسمها سيستين ريدكتيز، ريدكتيز ممكن يحول ده لده. طب السؤال المعادله اللي قدامي دي ريفرسبل؟ يعني انا لو عندي الاثنين السيستين دول ممكن يمسكوا في بعض وبعد كده يدوا السيستين دوت وبعد كده تطلع الهيدروجين؟ اه المعادله دي بس ماشي كده؟ هسال بقى وانت تجاوب. لو انا جيت قلت رقم واحد بايو سينسز، النوع الاولاني اللي احنا متفقين عليه، هما الرجاله دول
بيكونوا جسمان؟ اقول له اه بيكونوا جسمان. ازاي؟ اقول له كالاتي. اول حاجه مين شاطر يقول لي السيستاين اللي هو الصغير بيتكون في جسمنا ازاي؟ ها لو قلت لك اديني اثنين امينو اسيد، شوف السؤال ده اسكيو، اثنين امينو اسيد مسؤولين عن السيستاين، السيرين والهومو سيستاين. لا بص بقى الاجابه ازاي؟ الاجابه كده ميثيونين وسيرين. مش عاوز صوت، انا مش عاوز صوت عشان ده مهم. الهوموسيستاين ده، الهوموسيستاين ده ما بيعتبروش امايو اسيد، اللي بيعتبروه ميتابولايت، يعني حاجه كده بتطلع في السكه من الاساس بتاعها. الاساس بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو الميثيونين. الميثيونين بيتحول للسام، والسام بيتحول لاستاديوزاي الهوموسيستاين، وبعد كده في هوموسيستاين. ده مش الاساس. الاساس الكبير الاولاني اللي انا بدات بيه اللي هو اسمه ايه؟ ميثيونين. يبقى الاول الميثيونين ده لازم يمشي في سكته لغايه ما يبقى هوموسيستاين، يقوم الهوموسيستاين يتفاعل مع السيرين يدي ايه؟ سيستاين. عشان كده لما اسالك اقول لك لو انا باكل سيستاين في الاكل، يعني لو انا باخد اصلا انا اكلي فيه سيستاين كتير، يعني فيه كتير ان دايت. وده السؤال بيجي في الام سي كيو، يقول لك لما تاكل سيستاين كتير يوفر عليك الريكوايرمنتس بتاعت مين؟ انت مش محتاج تاكل مين كتير؟ اقول له الاثنين دول، مش محتاج اكل الميثيونين ومش محتاج اكل السيرين ان دايت. فهمت؟ يبقى القصه دي مهمه. يبقى لما بقول لك انا لو اكلي فيه سيستاين هوفر مين؟ تقول لي هوفر الامينو اسيد اللي انا بستخدمها في جسمي في تكوين السيستاين، اللي هم مين؟ اقول له اللي هم الميثيونين والسيرين. طيب بص السؤال الثاني، لو قال لك امتى السيستاين يبقى اسينشال؟ لسه سائلها حالا. ها؟ احنا خدنا حاله منهم اللي هو انا مش قادر احول مين لمين؟ الميثيونين لايه؟ للسيستاين. طب قول لي بقى امتى يبقى اسينشال جنرال كده؟ لو سالتك شاف قلت لك امتى السيستاين يبقى اسينشال؟ تقول لي لو ما باكلش مين او مين؟ ها؟ لا ميثيونين ولا ايه؟ ولا سيرين، او حصل مشكله في تحويل الميثيونين او السيرين لمين؟ للسيستاين. بس الاساس لو انا بسالك على الدايت تقول لي الاثنين دول. يبقى خلصت الحدوته، انا عاوزك تحفظ وتحفر في دماغك عشان هاخد دي في حته ثانيه كمان في البروتين، هما مرتين. ايه علاقه السيستاين بالاثنين دول؟ مهمه جدا. تقول لي والله لو كانت سيستاين كتير انا مش عاوزه، ولو ما كانتهمش يبقى السيستاين بقى اسينشال، ولو حصل مشكله في تحويل دول للسيستاين كمان السيستاين بقى اسينشال. يبقى مهم جدا تبقى فاهم العلاقه بين السيستاين وبين الميثيونين والايه؟ والسيرين. طيب يبقى احنا خلاص في البايو سينسز احنا عرفنا ازاي بنجيب السيستاين، لان احنا خدنا المعادلات دي خلاص، عرفنا ان الميثيونين بيتحول لهوموسيستاين ونكمل. طب امال ازاي بنجيب الراجل التاني ده؟ اقول له انا لو جبت السيستاين اجيب منه اثنين يبقى اسمهم سيستين. المعادله قدامي على السبورت. يبقى انا البايو سينسز مش هقول فيه حاجه ثانيه خالص، البايو سينسز ما فيهوش معادلات، ما عادش حاجه زياده، هي بس تعرف ان انت لو عندك اثنين سيستاين تعرف تجيب منهم السيستين. طيب نيجي على الروايه الثانيه بي كاتابوليزم. طب هما بيكسروا ايه بقى؟ الرجاله دي بتكسر ايه؟ اقول له برضه تعالى نقول ثاني، لو انا عندي الراجل الكبير ده اللي هو سيستين هيكسر لمين على طول؟ هيكسر لاثنين سيستين. يبقى انا في الكاتابوليزم هاخد الكاتابوليزم بتاع مين بس؟ بتاع السيستين. يبقى انا هقول له هنا كده السيستين ده يا عم لو موجود هيكسر للسيستين. يبقى انت مطلوب منك تعرف الكاتابوليزم بتاع السيستاين بس. تعرف الكاتابوليزم بتاع ايه؟ السيستاين. طيب نيجي بقى ناخد الكاتابوليزم بتاع السيستاين، هي الرسمه الثانيه والاخيره. يلا بقى نبدا كده. معايا بقى عشان الرسمه دي عظيمه جدا. سي او اتش ان اتش 2 اتش سي اتش 2 اس اتش. عاوز صوت. يلا يا شباب هنبدا كده مع بعض. الراجل ده ممكن يتحول للبايروفيت بثلاث طرق. طبعا هما ثلاثه سايكلز مختلفين، بس انا بجمعهم في اسم واحد عشان تحفظهم سهل. اول حاجه احنا ممكن نحوله لبايروفيت. بص كده معايا، يعني في الاخر الطرق دي كلها هتؤدي الى الراجل ده اللي انت قلته معايا سي او او اتش سي دبل بوند او سي اتش سي. يلا عاوز بقى لازم تفهم كده، حول ده قول لي محتاج ايه بس، عاوز منك تقول لي انت محتاج ايه عشان احول السيستاين لبايو بي. تقول لي اول حاجه محتاج اشيل امونيا صح؟ شيل اللي انت عاوزه اعمله، شيل دول اهو طلع ان اتش سي. ادي اول حاجه خلاص، يبقى احنا شلنا دول. طب بقت سي اتش سي اتش سي سي فاضل لها ايه؟ او سي اتش 2 اس اتش فاضل لها ايه؟ اشيل دي.
يبقى انا فاضل ايه بقى اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اشيل الاس واحط ايه؟ طب يلا نعمل لعبه كده. هندخل H2O ونطلع H2S. فاهمين حاجه؟ انا هدخل الميه، الميه دي فيها ايه؟ اكسجين، انا هاخد الاكسجين اهو معايا جوه. طب والميه طالعه بقى الهيدروجين دي طالعين، اطلع معاهم الاس اللي انا مش عاوزها دي. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ دخلت O اهي وشلت S، انا كده حولته للبيوبيت. يبقى انا شلت الاس دي طلعت اهي، والاتش 2 او دي سابت لي الاو اللي هو حطيتها هنا، فبقى بيوبيت. يبقى انا عملت حاجتين، شلت الامونيا اهي، وخدت الاو حطيتها هنا بقت سي دبل بوند او، والاتش 2 بتاعت الميه دي خلت الاس وهي خارجه. الانزيم ده مهم جدا، اسمه ايه؟ اسمه كده دي سالف. دي سالف يعني شلت الكبريت. شلت الكبريت بواسطه مين؟ بواسطه الميه، فبيسموها كده دي سالف هايدريز. دي سالف هايدريز، دي سالف هايدريز، شلت الكبريت على طريق الميه. دي سالف هايدريز، وكده يبقى هو اتحول لبيوبيت. سكه سهله ما فيهاش حاجه. طيب تعالى على السكه الثانيه. هنيجي على الراجل ده نعمل له ترانس امينيشن. يلا كله شاطر. ترانس امينيشن ده بيتعمل ازاي؟ انا دلوقتي عندي الامونيا صح؟ يبقى انا هدخل هنا ايه؟ الفا كيتو. الفا كيتو جلوتاري اللي هو في سي دبل بوند او. عشان هشيل الجزء ده كله واخليه سي دبل بوند او، والجزء ده يروح مكان الكيتو يبقى اسمه ايه؟ جلوتاميت اللي هو الجلوتاميك اسيد. يلا نرسم مع بعض. سي او او اتش بدل الدوشه بتاعت الامونيا دي جبت لها سي دبل بوند او. وبعدين سي اتش 2 اس اتش. مين شاطر يقول لي من غير الاس ده هو اسمه ايه؟ اسمه بايوبيت. سي او اتش سي دبل بوند او سي اتش سي، يعني هو من غير الاس دي بايوبيت. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ اسمه كده ثايول بايوبيت. يعني بايوبيت عليه كبريت، احنا عندنا كلمه ثايول يعني كبريت. ثايول بايوبيت. طب ليه اسم تاني؟ ميركابتو. ميركابتو دي برضه يعني كبريت، كلمه ميركابتو زي الثايول بالظبط. ميركابتو بايوبيت. يبقى ثايول بايوبيت او ميركابتو بايوبيت. طبعا الانزيم كلنا عارفين اسمه ترانس امينيز. طب مين شاطر يحول لي الميركابتو بايوبيت او ثايول بايوبيت ده لبايوبيت؟ مش احنا بنقول كل السكه كانت تودي بايوبيت؟ عاوز تعمل ايه؟ يلا دخل هيدروجينتين من اي حته، من ناد من فاد اي انزيم، دخل هيدروجينتين وطلع اتش 2 اس. يبقى انا هدخل هيدروجينتين تاخد الكبريت ده اهو وتمشي، مش عاوز منها اكتر من كده. يبقى دي هترجع تاني سي اتش سي. يبقى انا اخدت هيدروجينتين وحولت لده. يسموه هنا بقى، بيسموا الانزيم هنا ترانس سلفريز، يعني نقل الكبريت. نقل الكبريت على اي مركب، خلاص كده؟ فيقول عليه كده ترانس سلفريز، ترانس سلفريز. وتحول لايه في الاخر؟ اتحول لبيوبين. بس انتوا عارفين الراجل ده ممكن يتحول لحاجه ثانيه. غير ان هو يتحول لبيوبين، حاجه كلكم عارفينها. ايه رايكم لو انا دخلت على المركب ده ناد اتش بلس اتش وطلعت ناد؟ عاوز عظيم يقول لي احسن. هو انا كده ضفت على البيوبيت ايه؟ انسوا اللي ده اسمه من كابتو بيوبيت، ده هو بيوبيت اللي فوق ده بيوبيت. لو عملت المعادله ده الانزيم ده اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز صح؟ يعني انا لو ضفت هنا هيدروجينه وضفت هنا هيدروجينه اللي هم دول ده اسمه اللاكتيت. اعملها بقى سي او او اتش سي او بدل ما كانت دبل بوند او بقت او اتش اتش، وبعد كده سي اتش 2 اس اتش. ده لو كان بايوبيت، يعني لو دي مش موجوده كان ده هيبقى اسمه لاكتيت. لاكتيت عادي بقى سي او اتش سي او اتش اتش سي اتش سي لاكتيت. يبقى انا كل الموضوع بدل ما ده اسمه ثايول بايوبيت هيبقى اسمه ثايول لاكتيت. ليه يعني؟ لان ده بيحصل في جسمنا وبينزل في اليورين. الثايول لاكتيت ده ساعات بينزل في اليورين. يبقى الثايول بايوبيت ده ممكن يتحول لبايوبيت وممكن في الاخر يبقى اسمه ايه؟ ثايول لاكتيت، وينزل فين؟ وينزل في اليورين. دي السكه الثانيه. طبعا الانزيم دي هيدروجينيز عادي زي بتاع الجلايكولوسيس بالظبط. طيب تعالى بقى الخطوه الثالثه. ازاي بقى بالسكه الثالثه دي هنوصل برضه للبايوبيت؟ انا ممكن ادخل بقى هنا اكسجينتين او 2 نفسده بقى نفسد الايه؟ السيستين ده. والانزيم يبقى اسمه داي اوكسجينيز. احنا قلنا اي انزيم هيدخل اثنين اكسجين داي اوكسجينيز. هدخل الاكسجين فين؟ اقول له هدخله في المكان الوحيد اللي ليه اكثر من تكافؤ اللي هو مين يعني؟ اللي هو الاس. فهاجي ما بين الاس والاتش واحط الاو 2 زي ما هي، هيبقى اس او 2 اتش.
يلا كده بقى سي او او اتش سي ان اتش 2 اتش سي اتش 2 بعد كده اس او مدخل الاو 2 وحاطط الاتش زي ما هي بدل ما كان اسمه سيستاين هيبقى اسمه ايه بقى قال لي هيبقى اسمه كده سيستاين سالفينيت خلاص كده بقى اسمه سيستاين سالفينيت سالفينيت اللي هي الاس او 2 دي سالفينيت طيب بعد ما اسمه سيستاين سالفينيت اعملوا بقى ترانس اوينيشن يلا لسه واخدين حاجه نعمل ترانس يبقى انا ما عملتش ترانس اوينيشن على طول اكسبته وبعد الاكسده هعمل ترانس اوينيشن هو نفس الكلام هو انا عملت ترانس اوينيشن انا دخل ايه الفا كيتو جلوتاريك بشيل الدوشة دي وبدلها بسيلة والبوندو ويبقى اسمه في الاخر جلوتامين اكتب بقى سي او او اتش بقت سيلة بالبوندو او بدل ان اتش 2 كمان وبعد كده سي اتش 2 وبعد كده اس او 2 اتش خلاص كده مين شاطر يقول لي هي لو الاتش دي فوق هنا دي مش موجودة بقى اسمه ايه؟ بايوبين المركب ده اسمه ايه؟ بايوبين سالفينيت رخمه بايوبيت سالفينيت فبيسموها ايه؟ سالفينايل بايوبيت يبقى اسمه كده سالفينايل بايوبيت يعني بايوبيت ده يعني برضه الاس او 2 دي يبقى ايه؟ سالفينايل سالفينايل بايوبيت طب السالفينايل بايوبيت عاوزينه بايوبيت ده في الاخر اخر خط يلا سالفينايل بايوبيت عاوزينه بايوبيت احنا هنشيل مين؟ ها؟ هنشيل ال SO2 طب هنشيلها ازاي بقى؟ هندخل H2O تعال نشوف هنطلع ايه بقى؟ لو انا دخلت H2O دي هنطلع ايه؟ بص معايا الاس دي بتنزل في دبل بوند O ماشي؟ وبعد كده O ده اللي موجود لغايه دلوقتي اللي هي مين؟ SO2 اهي SO2 ماشي كده؟ طيب هدخل عليها ميه كمان زود بقى الميه الميه عباره عن ايه؟ O كمان وبعد كده هنحط اتش ال دي عشان تمشي و اتش ال دي نقول تاني ايه اللي هيطلع هنا عشان لما اكتبه تعرف ايه اللي طلع بص انا اكتبه ازاي اللي طلع